السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتحياتي للجميع ونتمنى السلامه للجميع. طبعا اخوان، بعد مرور 75 يوم، 76 يوم متواصله، طبعا بالعاده انه بيض الاصل الشبكيه بيقعد 90 يوم ل 100 يوم، لكن احنا البيض هذا فكس على 76 يوم طبعا لحاله. احنا ما بنكون بفتح البيض زي ما بيعملوا في ناس، بيفتحوا البيض بخافوا انه الفرخ يموت جوا. طبعا فتحة البيضة ممكن تأثر على الفرخ، لانه الدم والانسجة والابصرة شو بتكون لسه مبينة، فاحنا ما بنفتح البيضة بتاتا، بنترك يطلع لحاله احسن. وبالاساس لازم يقعد البيض 90 يوم، لكن احنا مش متأكدين يعني، بس اتأكد بحكي لكم. احنا وضعنا عند الاصل الشبكية ذكرين، ذكر شبكية وذكر برمية عشان التهجين. حكينا اذا ما زبط هاد بزبط هاد عشان ما نضيع الوقت، لكن انا حسبتها بيض الشبكية بيقعد 90 يوم والبرميزة بيقعد 60 يوم. هون البيض اخذ الوقت، اخذ وسط 75 يوم، يعني لو قسمنا بين 90 والستين، الأصل الشبكية 90 والبرميزة 60، لو قسمناهم بيطلع 75. هم فكسوا على 75، لكن أنا ما بقدر أضمن وأتأكد حاليا إنه هم مهجنات، ممكن يكونوا مهجنات ممكن لا. بعد غيار جلد أول وبعد وجبة أولى بنعطيهم، ممكن نقدر نتعرف على الفراخ إذا فيها إشي مهجن. إذا كان مهجن يعني بكون تمام، إن شاء الله يكون مهجن. طبعا معظم البيض تقريبا 100%، فيش غير فرخ واحد لكنه جوا بيضة ميتة، لكن كل شيء تمام. طبعا هان اشتغلت الفكاسة 75 يوم اخوان متواصلات، ممنوع الكهرباء تقطع، ممنوع الحرارة تنزل، ممنوع الحرارة تطلع. يوم ما اجت فترة الشوب اللي هو الجو عندنا ارتفعت الحرارة 40، فكانت تطلع لحالها، تخيل كيف. لكن احنا كنا ايش، كنت احط هون حرامات مبلولة برا تبرد الفكاسة، فكنا مسيطرين على الحرارة. طبعا اذا بردت هو بيشتغل لحاله بحميها. وطبعا الحرارة زي ما انتم شايفين دقيقة جدا، الجهاز هذا دقيق. بالاضافة ركبت اللي هو جهاز محول بيشحن كهرباء، حتى في حال قطعت الكهرباء عشان ما يسبب اضرار للاجهزة ويحركها، وفي نفس الوقت بكون جواته كمان كهرباء لمدة 10 دقائق بتشغله في حال قطع الكهرباء. لكن انا في عندي برضه موتور، يعني لو قطعت الكهرباء بيشتغل الموتور فل اوتومات، يعني لحاله بيشتغل، بتفاجة الكهرباء بطفي، قطعت الكهرباء بيطلع. طبعا 75 يوم من الانتظار يا اخوان مش حلال زي ما انتم شايفين. هلا في فرخين طلعناهم برا، احنا بنخليه يطلع لحاله. اعطيني هنا محرمه، هاي كلياته لحاله، شايفين كيف بلشوا يطلعوا لحالهم زي ما انتم شايفين. ما في شيء بيتحرك، هذا على راسه. حتى يعني لو طلع مش مهجن من اصالات شبكيه برضه بكون ممتاز، لانه هاي كلياتها اللي راح تطلع طفرات، كلها طفرات. اللي عندي ليفندر وباربل الوان مميزه جدا وطفره، وراح يطلع هان اشكال وطفرات اكثر من لازم. طبعا ضوء ما بنستخدم جوا، لازم يكون عتمه، فانا بستخدم البلاطات هذول اللي هي تعطي حم. طبعا انا كنت امسح هاد كثره المي مش كثير هون، اللي هي الرطوبه، لان انا حاطط تحت البيض رطوبه من اول، فاهم اشي الرطوبه طبعا منيحه ممتازه. هاي هان كله بلش يفكس، البيض تمام، وضعه ممتاز جيد جدا. هاي هذا راسه طلع برا، احنا متى بنطلعه بس يطلع هو كله لحاله من البيضه، بنطلعه بنحطه في علبة، في اثنين عندنا بالعلبة. يعني نسكر بلاش نطول عليهم احسن. طبعا هذا لازم يكون هيك مسكر مغلق احكام تام، ممنوع ولا نتفت هوا تفوت جوا في بداية ال سكر.
ينزل لازم نضغط بالفكاسة ضغط كامل. هذا هو هلكيت. احنا كل واحد بيطلع نبلش نحطه في العلبة ونفرزهم، بنستنى لغيره جب بعدين نطعمهم اللي هي الوجبة الأولى. طبعا السنة هذيك طلعنا، طبعا من زمان انا كنت طلع مرات سنين طلع مرات لا، لكن السنة هذيك برضه طلعنا من نفس الأب والأم اشي مرتب، اطلعنا مش كثير يعني تقريبا 5، لكن هالمرة كلياته تقريبا في عندنا كان 29 بيضة، مات واحد بيضة خربانة، يعني ممكن نطلع من 25 ل26 فرخ، يعني البيض كله جيد وممتاز. وهذول الفرخين اللي طلعوا قبل يومين بلش الكل يطلع.